شيخ هيثم، يطلع لنا بعض الناس يقول والله العظيم ان الاغاني فيها خلاف، اذا كانت في حب الرسول ولا غيره جائزه عليه الصلاه والسلام، مع الموسيقى مع الطبل مع غيره، يقول ما فيها اشكال. والله يا شيخ المفروض ان مثل هؤلاء يعني لا نسمع لهم ابدا ولا نروج لهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون اقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. حتى في محبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن عزف حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالغنى. حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ما يمكن. برئنا الى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام، وعاشوا على دندنا دندنا. ما يمكن ما يمكن ابدا ابدا يكون الغنى دين تقرب به الله سبحانه وتعالى. لو كان الغنى دين اذا القران والسنه ايش يكون؟ اعوذ بالله، ما يمكن. فهذا ما لا يعني لا شرعا ولا عقلا، الغنى اعوذ بالله. نسال الله العافيه والسلام. الله يجزيك خير.